احترامي سيدي، هي متهم. يعطيك العافية يا ابني. مجان، افتح محضر كتب في ساعته وتاريخه. حضر المتهم المدعو فخري بن عصمت السنجقدار. ولد سؤاله عن الجرم المنسوب له أجاب. احكي يا فخري لشوف. سيدي الله وكيلك للخزران وحدة كذابة. وانت عندك إثباتات على صحة أقوالك يا ابني؟ سيدي ما عندي إثبات، بس هي وحدة بتكرهني بدها تبليني ببنتها. يعني انت ما اعتديت عليها؟ لا سيدي أبدا أبدا. مزيان، انت عم تدون الأقوال؟ نعم سيدي. سيدي يعني ما رح تطالعوني اليوم؟ عندك شيء بتحب تضيفه؟ لا سيدي. مزيان، أعطيه المحضر خليه يوقع على أقواله. وقع يا ابني وقع. نزله لتحت، إذا كان طلب أي شيء بتجيب له إياه. حاضر سيدي. تعرف يا مزيان؟ هالشاب مهذب كثير ومحترم ومبين ابن عالم وناس ابن عيلة. أنا حاسس كأنه هي خيزران أخته لمحجوبة عم تفتري على هذا الولد. إيه والله يا سيدي أنا حسيت نفس الإحساس، بس أنت مو طبيعي، كيف هيك؟ عقلك يعني والذكاء تبعك بخليك تكشف المجرمين وتكشف ولادك. لا خلصنا بقى لعما ضربك. غلطنا وتركتك تحكي يعني؟ خلص سكر محضر.